أسعد الله مساءكم بكل خير. نشرة السابعة والنصف من قناة رؤيا. حياكم الله، والبداية مع أبرز العناوين. قمة أردنية سعودية في الرياض غدا، وجلالة الملك يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون الثنائي في عمان. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015. مقتل العشرات من عصابة داعش الإرهابية في العراق. محكمة أمريكية تدين منظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن عمليات فدائية نفذت قبل نحو 10 أعوام. وانطلاق الملتقى البحري العربي الأول في عمان بمشاركة عربية واسعة. إلى العناوين. يعقد في العاصمة السعودية الرياض غدا لقاء قمة بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتبحث القمة الأردنية السعودية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبخاصة الحرب على الإرهاب. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية اليوم مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد أوستن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وركزت المباحثات على المجالات العسكرية إضافة إلى الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وآخر التطورات المتعلقة بالتحالف الدولي ضد عصابة داعش الإرهابية. واصل مجلس النواب خلال جلستين صباحيتين ومسائية عقدهما اليوم مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2015. وطلب النواب المتحدثون خلال الجلستين الحكومة بوضع برنامج اقتصادي يواكب التحديات التي يواجهها الأردن في المرحلة الحالية جراء الظروف الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات على كافة الصعد، وتستند في مجملها إلى ضرورة الخروج من الاختلالات الاقتصادية بمزيد من الإجراءات التقشفية وتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للتمكن من التغلب على كافة التحديات والخروج منها أكثر قوة وصلابة. كما طالب بعض النواب الحكومة بوضع خطط واضحة لمكافحة ظاهرتي الفقر والبطالة والكف عن رفع أسعار الكهرباء وتحميل المواطنين تبعات ارتفاع أسعار الطاقة وعجز الموازنة. كما دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم المالي للدولة الأردنية لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، في حين لم تخلو كلمات نواب آخرين من مطالبة الحكومة بتنفيذ بعض المشاريع الخدمية والتنموية لمناطقهم الانتخابية. الموازنة هي أهم وثيقة تنموية تصدر في الأردن كل عام، أو هكذا يفترض أن تكون، ومن غير الحصيف التعامل مع بنودها على أساس الجمع والطرح، بل أننا نطمح إلى ذلك اليوم الذي تصدر فيه الموازنة الموجهة بالنتائج المنسجمة مع قانون الدين العام. وبالدراسة فلا يمكن البتة أن نقبل بعض الإيجابيات التي جاءت في موازنة هذا العام بالإضافة إلى عدد من السلبيات، فأسجل للحكومة أنها أحسنت بإدخال مفهوم العجز المجمع إلى الموازنة، وأسجل حقا لأول مرة أن نسبة زيادة الدين العام والمقدر ب7.4 لسنة 2015 هو أقل من النسبة المتوقعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي والبالغ 7.7. كما أن موازنة 2015 تضمنت تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 8.1 مليار دينار، والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى 688 مليون. استع...
استعاد الجيش العراقي وبأسناد من أبناء العشائر والحشد الشعبي السيطرة على أغلب مناطق ناحية البغداد التابعة لقضاء هيت في محافظة الأنبار. وقالت مصادر عراقية أن فرق عمليات الجزيرة والبادية وفرقة المشاة السابعة تمكنت من إيصال المؤن وفك الحصار عن الحي السكني التابع لناحية البغداد، والذي ظل لفترة طويلة تحت سيطرة عصابة داعش الإرهابية. وشهدت الناحية اشتباكات عنيفة مع عدد من عناصر داعش أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير آلياتهم. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها تمكن قواتها من قتل العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي جراء قصف جوي ومواجهات برية في مناطق متفرقة من محافظتي الأنبار ونينوى. وأشار البيان إلى مقتل أكثر من 20 مسلحا من داعش في عملية نوعية نفذت وسط الرمادي مركز محافظة الأنبار. وفي محافظة نينوى أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل 30 عنصرا من داعش خلال استهداف طيران التحالف لمواقع التنظيم، حيث تمكن من تدمير آليات كانت قادمة من سوريا باتجاه العراق. أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي استعدادات الوزارة للقيام بعمليات عسكرية من أجل تطهير أرض العراق من عصابة داعش الإرهابية واستعادة السيطرة على مختلف مناطق البلاد. ونفى العبيدي خلال مؤتمر صحفي الشائعات التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام بشأن القيام بعملية انقلابية، مؤكدا أن مختلف طواقم وزارة الدفاع تعمل بشكل جدي لمحاربة الإرهاب الذي يستهدف جميع أبناء الشعب العراقي. كما أشار العبيدي إلى أن الشائعات التي روجت لخبر الانقلاب العسكري مستشهدة بعملية نقل الأسلحة من سرية حماية وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي إلى سرية الحماية الخاصة بكادر الوزارة الجديد إنما هي أخبار عارية عن الصحة، موضحا أن عملية مناقلة الأسلحة التي تمت بين السريتين جرت تحت إشراف وعلم استخبارات وزارة الدفاع. إلى دائرة المحاربين اضطرينا ان ندورهم دار حقيقه موضوع الاسلحه. طبعا هاي الاخبار اللي حقيقه تبنتها هي انا اسميهم اقزام الارهاب ومافيات الفساد، وهم كانوا لهم شان في هذا الموضوع، متربصين بهذا الموضوع بشكل كبير. واحنا بكل حسن نيه، والموضوع هو موضوع اداري بحت لا علاقه له لا بانقلاب ولا بثوره، موضوع مناقله اسلحه بشكل رسمي تماما بين سرية حماية الأخ الدكتور سعدون الدليمي وسرية حمايتنا وبإشراف وعلم استخبارات الدفاع. يواصل سكان مدينة عين العرب كوباني التابعة لمحافظة حلب السورية العودة إلى أراضيهم ومنازلهم بعد مغادرتهم على الأراضي التركية التي يقطنون بها منذ 5 أشهر. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن مجموعة مكونة من 600 شخص من الأكراد عبرت الحدود التركية السورية مرورا بمعمر مرشد بنار التركي، حيث سمحت السلطات التركية لمن يرغب بالعودة إلى مدينة عين العرب. أعربت القيادة الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة من القرار الذي أصدرته محكمة بنيويورك أدانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة عمليات تفجيرية وإطلاق نار من المقاومة الفلسطينية نفذت بين عامين 2002 و2004. وقضى قرار المحكمة بدفع تعويضات بأكثر من 218 مليون دولار لأسر قتلى 6 هجمات فلسطينية ضد الاحتلال وقعت في القدس المحتلة، وأوقعت 33 قتيلا وأكثر من 450 جريحا. وأكدت القيادة الفلسطينية أن الجهات المختصة من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ستقوم باستئناف هذا القرار، مشددة ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم. وفي سياق آخر، أكدت حكومة الاحتلال مرة ثانية بأنها لن تحول أموال الضرائب المحتجزة لديها للسلطة الفلسطينية، مرحبة بقرار المحكمة الأمريكية. نحن نصر ونؤكد بأننا سنقوم باستئناف هذا القرار، وعلى ثقة كاملة بأننا سنربح هذا الاستئناف. إسرائيل منذ بداية الاحتلال عام 67 احتجزت واعتقلت
وحاكمت ما يزيد عن 850 ألف فلسطيني، وقتلت 70 ألف فلسطيني منذ عام 67 في الضفة بما فيها القدس وغزة. وأشك في أن تكون هناك أموال تكفي لتقديم أي نوع من التعويضات لهذا الشعب. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث بأن القيادة الفلسطينية شكلت لجنة لمتابعة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقال شعث خلال مؤتمر صحفي إن أوروبا تدرك مخاطر ما تقوم به إسرائيل من تضييق على شعبنا الفلسطيني وحكومته بالحصار وسرقة أموال الضرائب، وتتفهم جيدا أنه لا بد من تحرك سياسي يحقق العدالة للشعب الفلسطيني. وأضاف شعث أن الرئيس محمود عباس شرح الوضع الراهن والمتدهور في العديد من الدول الأوروبية وما تتعرض له السلطة الوطنية من أزمة مالية خانقة. نحن ذاهبون إلى محكمة الجنايات الدولية، ليس هناك أي تردد أو تأخير، هناك لجنة وطنية الآن شكلت تقوم بدورها. لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحمل مصروفات أمنية ومسؤوليات أمنية، بل مسؤوليات سلطة كاملة إذا استمرت إسرائيل في سرقة أموالنا. كان جزء من رحلتنا إلى أوروبا هو المطالبة بإحياء الصندوق الدوار الأوروبي، يقضي بأن تقدم أوروبا قروضا بدون فائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية، تعوضها عن الأموال التي احتجزتها إسرائيل ثم تحصلها أوروبا من إسرائيل. أقرت بلدية الاحتلال في القدس بناء 64 وحدة استيطانية في مستوطنة حي راموت في المدينة المحتلة، فيما أعلنت ما تسمى سلطة تطوير القدس التابعة للاحتلال عن البدء قريبا بتنفيذ مشروع جديد يتم من خلاله تهويد منطقة الباب الجديد شمال سور البلدة القديمة من خلال سلسلة ترميمات وصيانة جذرية تغير الوجه الإسلامي العربي التاريخي للمنطقة العتيقة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من القدس المحتلة زينة صندوقة. كالحزام الناسف تم تلغيم أحياء القدس بمستوطنات إسرائيلية ليعيش فتاة الأحياء العربية المنقرضة في سجن المستوطنات. فبعد مصادرة 70 دنما من أراضي حي جبل المكبر، أقرت سلطات الاحتلال إقامة 580 غرفة فندقية هي جزء من مشروع أكبر لبناء 1350 غرفة أخرى. هناك أشرطة استيطانية تمزق الأحياء العربية عن بعضها البعض مع مزيد من الطرق الالتفافية التي تفصل هذه الأحياء وتجعلها كالساندويش. من يسير على الطرق الالتفافية وبين الأشرطة الاستيطانية هذه التي ستشكل نقاط الربط بين الأحياء المختلفة اليهودية المختلفة، لن يرى أحياء عربية، لن يرى مدينة عربية، لن يرى قدس شرقية، سيرى قدس يهودية بالكامل. ومقابل طرد المقدسيين من بيوتهم ومصادرة أراضيهم، تتوسع مستوطنة راموت ب64 وحدة جديدة، كما وبدأت سلطات الاحتلال بتشييد شبكة طرق والإعداد لبنية تحتية لإنشاء مكب للنفايات الصلبة على 546 دنما استولت عليهم من بلدتي عناتا والعيسوية. عندنا وسيلتين للمقاومة، الوسيلة الأولى الذي يقوم بها شعبنا في مواجهة تلك المخططات بالتظاهر بالاحتجاج بالرفض بالإدانة، ولكن الخطوة الثانية وهي الأهم والأقوى أنه هناك اللجنة العليا لمتابعة العمل مع محكمة الجنايات الدولية التي تبدأ ولايتها على أرضنا الفلسطينية في أول إبريل القادم. سيكون ملف الاستيطان جاهز لتقديمه لهذه المحكمة، باعتبار أنه ميثاق روما يعتبر الاستيطان جريمة حرب. إقرار للمستوطنات ليس بعبثي، فالمكب يقع بالقرب من مخطط إيوان، وسيتم تحويل المكب إلى حديقة عامة في المستقبل لخلق تواصل جغرافي بين القدس الشرقية ومعالي أدوميم. زينة صندوق، رؤيا.
شيع المئات من الفلسطينيين في مخيم الدهيش بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية اليوم جثمان الشهيد الشاب جهاد شحاد الجعفري 19 عاما إلى مثماه الأخير في مقبرة المخيم لمواراته الثرى. وكان الشاب الجعفري استشهد إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بشكل مباشر خلال اقتحام المخيم فجر اليوم، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة آخرين. برأت محكمة الجنايات المصرية رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم فساد. وقالت مصادر قضائية أن المحكمة أسقطت الاتهامات الموجهة إلى نظيف والعادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية، وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا. وقالت النيابة أن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي. وكانت محكمة ثانية حكمت على النظيف بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ، وعلى العادلي بالسجن 5 سنوات في القضية ذاتها عام 2011، لكن محكمة النقد ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في عام 2013. اتخذ الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي عقب سحب استقالته تدابير أمنية موسعة شملت تغيير طاقم أمني وإداري رئاسي في عدن. وقرر هادي تغيير الطاقم الأمني والإداري بفرع القصر الجمهوري ودار الرئاسة في عدن. وطلب الرئيس اليمني بنقل جلسات الحوار التي تعقد برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر من العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مكان آمن يتوافق عليه المتحاورون. كما أصدر محافظ عدن قرارا أعفى بموجبه مدير جهاز المخابرات بالمحافظة وعين نائبه قائما بأعمال الجهاز. حلقت 5 طائرات بدون طيار لساعات فوق مواقع مختلفة من العاصمة الفرنسية باريس فجر يوم الأربعاء، وشهدت الطائرة بدون طيار الأولى قرب السفارة الأمريكية، كما حلقت أخرى فوق برج إيفل ونصب الإنفاليد وكذلك ساحة الكونكورد. وحاولت أجهزة الشرطة اعتراض المشغلين لكنها لم تتمكن من رصد مكانهم، وكلفت الشرطة القضائية في باريس التحقيق في الحالات الأخرى، فيما أوكلت التحقيقات في الطائرة التي حلقت فوق السفارة الأمريكية وأكلت إلى فرع الأبحاث لدى الدرك في النقل الجوي. أهلا بكم من جديد وعودة إلى الأخبار المحلية. أعلن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خليف الطراونة عن تنظيم فعاليات الملتقى الأول لخريجي الجامعة الأردنية تحت الرعاية الملكية السامية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 من شهر حزيران المقبل. وقال الطراونة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن فكرة تنظيم هذا الملتقى تأتي انطلاقا من أهمية وضرورة مد جسور التواصل بين الجامعة الأردنية وخريجيها وحرصا منها على الاستثمار في نجاحاتهم، بالإضافة إلى توفير فرص علمية وعملية للجامعة وطلبتها بغية تمتين مهارات الإبداع والتشارك في الأفكار وتعزيز قيم العمل المتواصل إسهاما في مسيرة التنمية والإنجاز على مستوى الوطن. هذا الملتقى الأول لجميع خريجي الجامعة الأردنية منذ التأسيس، الملتقى أو بمناسبة الفوج 50 للجامعة الأردنية. قبل عامين احنا احتفلنا برعاية ملكية سامية باحتفالات الجامعة بعيدها 50. الأساس أنه دائما وأبدا الجامعة تلتقي بأبنائها حتى نطلع على إبداعاتهم وعلى أداءاتهم، حتى أيضا تكون حافز لأبنائنا طلبة الجامعة الأردنية في السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أيضا من ضمن أهداف أي ملتقى بهذا الحجم هو جانب تربوي أكاديمي، لأنه راح نطلع منهم على تجاربهم، سيجرى بعض العمليات وبعض اللقاءات المعمقة في الكليات اللي احتضنت هؤلاء الطلبة، سيصار إلى تقييم برامج الجامعة وأيضا لها بعد اجتماعي وبعد اقتصادي من خلال التبرعات أو من خلال اللقاءات اللي راح تتم مع هؤلاء الطلبة.
اعتصم عشرات من طلبة الدبلوم في مختلف الكليات الأردنية اليوم أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإلغاء قرار اتخذته الوزارة ويقضي بعدم السماح بمعادلة ساعات المواد التي حصل عليها الطالب أو حصل فيها الطالب على معدل أقل من 70% عند التجسير للجامعات. هذا ووصف الطلبة المعتصمون القرار بالظالم والمجحف، قائلين إن هدفه الأساسي هو جني أكبر قدر ممكن من أموال الطلاب من خلال دفعهم لإعادة المواد التي حصلوا فيها على معدل يقل عن 70%. وأضافوا أن القرار يجعل الطالب في حيرة من أمره بين التوقف عن الدراسة بسبب زيادة التكاليف والمدة الزمنية أو الاستمرار فيها على الرغم من ارتفاع تكاليفها. فجأة طلاب دبلوم تطبيق قرار جديد، قرار بنص على أنه لا يتم معادلة أي مادة في البكالوريوس لطالب التجسير إذا ما كانت أكثر من 70، بعد ما كانت ما ينظر للعلامة أبدا. توصلنا، ما وصلنا للمرحلة هاي بسرعة، توصلنا طلعنا للتعليم العالي، وصلنا له بطريقة السليمة، حكينا له، وطلعنا لعطوفة الأمين العام، بعثنا له كتاب من مبدأ الأبوة، ما رد علينا. هذا القرار طبعا في مشكلتين، كانت انه الحصول على هالعلامات مش سهل ابدا، ثانيا اصلا مع القرار القديم اللي يكون كان طبيعي كان يا دوب الطالب تقريبا تعادل له 35 ساعه اكثر شيء. بعد فتره لما هسه هذا القرار لما طلع صار العلامه فوق 70، طبعا هسه طبق القرار على الطلاب الجداد والقدام وكل الطلاب. هسه انا دخلت على الدبلوم عشان بما ان على معطيات ومعلومات معينه عندي، انا دخلت على اساس انا فوق 60 وعلامات اغلبها جبتها تقريبا بهذا الحد. يطلعوا قرار فجاه يغيروا هذا النظام، انا بضروني جدا فيه لانهم مش حاكين لي اصلا عنه. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات 60 كيلوغراما من مادة الهيروين تم تجهيزها بقصد تهريبها إلى إحدى دول الجوار، وتورط في العملية التهريب 5 أشخاص، حيث ألقي القبض على 3 أشخاص أحدهم من جنسية عربية، والبحث جار عن متورطين آخرين. وقال المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام إن أحد الفرق المتخصصة في إدارة مكافحة المخدرات بدأوا بالتحري والتحقيق حول معلومات أشارت إلى أشخاص مشبوهين تجهيز كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد تهريبها، حيث عمل الفريق على تحديد هوياتهم ومراقبة وتتبع ورصد تحركاتهم على مدار شهر كامل. وأضاف المركز الإعلامي أن المتابعة كشفت عن توجه هؤلاء الأشخاص إلى مدينة العقبة وتحضير عدد من جالونات الوقود وإخفاء المواد المخدرة داخلها، تمهيدا لوضعها على أحد القوارب ليتم نقلها عبر البحر إلى إحدى دول الجوار. وبناء على هذه الجهود نفذت خطة أمنية محكمة لمكان تواجد المشتبه بهم والمواد المخدرة، وتم إلقاء القبض عليهم وضبط المخدرات. عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك على طفل سوري الجنسية بعد أن قام ذووه بالإبلاغ عن فقدانه منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس في منطقة الغوير بمحافظة الكرك. وقال والد الطفل لرؤيا بأن ابنه خرج منذ ساعات الصباح الأولى يوم أمس ولم يعد للمنزل حتى وقت متأخر، ما دعاه لإبلاغ الأجهزة المختصة على الفور عن فقدانه قبل أن يتم العثور عليه من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة عمان. رحت عمان، فكرت يعني رحلة زي الرحلة اللي بنروح أنا وكات. رحت عند لما طلعت من هان عند مجمع عمان، فكرت زي مجمع الكرك زي هين، عاد تهت ولا بشوف ابني قطع الشارع الثاني واقف مع شرطي، شرطة تبع السير. طلعت لعنده ورحت لهناك، مسكت ابني، الشرطي قال لي وين شو ودك فيه؟ قلت له هذا ابني، قال اعطيني اثباتك، اعطيته اثباتي.
اندلع حريق ضخم في مستودع لمحل أثاث في منطقة البقعة في محافظة البلقاء. وقال مدير دفاع مدني محافظة البلقاء العميد وليد الصعوب لرؤية إن الحريق اندلع في مستودع تابع لمحل أثاث منزلي وتبلغ مساحته ما يقرب 250 مترا، موضحا أنه تم السيطرة على الحريق في وقت قياسي بالرغم من تجمهر المواطنين الذي أعاق عملية الإنقاذ. وأضاف الصعوب أن كوادر الدفاع المدني قامت بإخلاء المبنى حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا عدم وجود أي إصابات، ولفت أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق. من جهته قدر صاحب المحل قيمة الخسائر الناتجة عن الحريق بنحو 40,000 دينار. اعطى طريق، هات 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 طريق يا شباب، شباب طريق في الموقع. هذا كان الخوف الرئيسي هون، الباب هذا كان يطلع منه دخان كثيف، هذا تابع باب المستودع، هذا باب المستودع كان الدخان كثيف جدا، وهي دليل انه هذا كل منطقه صار. تبلغنا عن وقوع حادث حريق في منطقة مخيم البقعة في الشارع الرئيسي شارع المدارس، وهذا كان حوالي الساعة 11:56. مباشرة مجموعاتنا الأولى تحركت إلى موقع الحادث، وعلى الرغم من صعوبة الوصول لهذا الموقع، موقع الحريق، لأنه بنعرف المنطقة مكتظة بالمحلات والشوارع مكتظة بالسيارات، وصلنا وبحمد الله خلال 5 دقائق كانت أول مجموعات وصلت، باشرت في عملية السيطرة ومحاصرة النيران. كما نشاهد البناية، كما لاحظنا مجاور العديد من المساكن، وكان الهم الأول عدم انتشار النيران إلى هذه المساكن. عند الوصول الموقع تبين وجود حريق في مستودع تابع لمحل أثاث حقيقة. طبعا بلشت عمليات المكافحة مباشرة للحريق، وإخلاء محاصرين للصالون سيدات كان موجود في نفس الموقع، تم إخلاء المبنى بالكامل مباشرة، تم عمليات المكافحة للحريق. أيضا واجهنا صعوبات حقيقة في المكافحة اللي هي تجمهر المواطنين. رنوا علينا الشباب بيحكوا لنا في حريق عندكم في المحل، رجعنا وجينا، ما جينا ولا المحل لا تمولع أو الدخل أو الدفاع المدني الله يجزاهم خير ما قصروا يعني الشباب. بس احنا مش عارفين شو الأسباب. أنا مش عارف ولا شو لسه ما فتش تحت ولا بعرف شيء، يعني المستودع كامل انحرق، المحل اللي فوق الصالة واللي تحت ما صار فيه مش عارف. والله في بالأربعين حوالي، في بضاعة حوالي بالأربعين ألف يعني. تعاملت كوادر الدفاع المدني بالتعاون مع عمال شركة الكهرباء الأردنية مع حادثة انفجار محول كهرباء رئيسي في منطقة جبل النزهة في عمان يغذي شققا سكنية ومحلات تجارية في تلك المنطقة. وأدى انفجار المحول إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة بشكل كامل، في حين عملت الجهات المعنية على إصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة. هذا ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بالأرواح. إلى ذلك اشتكى سكان المنطقة لرؤية من وجود المحول أسفل عمارة سكنية مكتظة ما يشكل خطرا على أرواحهم، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يحترق فيها المحول في غضون أقل من عامين. هذا المحول بغذي تقريبا منطقة كاملة هنا، يعني حطوه عندنا تقريبا قبل حوالي 15 سنة. طبعا لما حطوه كانت الأرض هاي فاضية، وإحنا كنا خارج البلد، شافوا أرض فاضية اختاروا هالمكان بدون ما يعلمونا ولا أي شيء استملاك، حطوا هالمحول وصار اللي صار يعني. وشاءت الأقدار وبنينا تحت المحول، المحول تحت البناء يعني، وصارت يعني من ما وضعوه طبعا سنة عن سنة صارت تصير مشاكل كثيرة، يوم تقطع الكهرباء ويوم تصير مشكلة محول، في حادثتين قبل هالمرة صاروا، في السنة الماضية صار انفجار قوي فيه، اضطروا يغيروا خزانات المحول كاملة هاي اللي جوا شايفها، قاعد حوالي 24 ساعة يغيروا فيهم، طبعا ظلت المنطقة كلها مقطوعة من الكهرباء، عاد عن مشاكل صارت وعن الأضرار النفسية اللي صارت لنا بناية، وهلا كمان اليوم نفس المشكلة صارت برضه، صار في انفجار. بس تطفح المي من بسبب الأمطار والثلوج والسيول بصير زي منطقة سيل عندنا قدام المحول الكهرباء. طبعا زي ما انتم شايفين انه هو باب حديد مكشوف، فالمي كلها بتغرق محول الكهرباء من تحت، بتصير عالية عليه. هذا الاشي كمان بيأثر على الأعباء والأحمال اللي على
محول الكهرباء نفسه، وكمان في منطقة باب الكراج من تحت الأرض ممدودة كابلات موصولة بين محول الكهرباء وعمود الضغط العالي اللي هو على باب الكراج محطوط. طبعا بإمكانها شركة الكهرباء أن تشيله من هاي المنطقة اللي هي مكتظة بالسكان والمحلات التجارية، خاصة أنه في أرض وقف للدولة فارغة موجودة بجانب استقلال مول. ثلجة الأليكسيد بتذكرها ورلد انفجار وطلع دخان كثيف في المنطقة هاي، عرفت كيف؟ فهذا نحن بنعاني منه، احنا الان وضعه سيء جدا جدا، الي ولا اولادي ولا اخواني ولا احنا سكن منطقه سكنيه هاي كلها، بعدين العماره شايفها سكنيه، هلا محول مدير شركه كهرباء يعتقد تمام انه موضع محول شركه الكهرباء انه في مكان صالح عادي جدا بالنسبه له، اما اذا جاب نفسه اعتقد انه يغير رايه. دهمت المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج في منطقة القصر شمال الكرك المباني المحاذية للطريق الملوكي المار هناك، مما تسبب في خسائر مادية وأضرار في عدد من المنشآت والمزارع في المنطقة. وكانت المياه حاصرت مزرعة مواشي تحوي المئات من رؤوس الأغنام وكميات من الأعلاف تصل إلى أكثر من 30 طن، وتسببت في إتلافها إضافة إلى غرق محتويات من المزرعة وأدت إلى تضررها. وقال المتضررون لرؤية إن سبب محاصرة المياه للمنطقة المحيطة بالمزرعة والكراج ومعمل الطوب هو إغلاق إحدى عبارات تصريف المياه الموجودة أسفل الشارع الرئيسي وعدم قدرتها على تصريف المياه التي تشكلت، ودهمت المزرعة والمباني المجاورة. السبب انه كل العبارة انها كانت فاتحة اول والان مغلقة، وشوفت عينك يعني هاي المي يتفرج مخربة جوه في المزرعة والاعلاف والدنيا. تعرضنا للمي هذا طبعا قدام شهرين، راجعنا المتصرف وراجعنا رئيس البلدية وراجعنا مدير الأشغال ووعدونا اليوم بكرة اليوم بكرة، ما سوونا ولا أي إشي ولا اتخذوا أي إجراء. إلنا شهر مبلغين المتصرف، طلب المتصرف طلب مدير أشغال ما سوالنا إشي للوضع اللي أنتوا شفتوا هذا، إن خرب بيت أبونا الأولي. في عندي خسائر بس مادي ما يقارب 70-80 ألف دينار غير تريح المزرعة وتصديعها.